بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من ميدان المرموم ومن تحفة ميادين السباقات ومن دانة الدنيا دبي، ضمن انطلاقات وتحديات مهرجان المرموم الختامي لعام 2024، ومع عشر أيام انطلاقات مهرجان المرموم، ننطلق مع هذه الانطلاقات المسائية على الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج وقناة ياس والكأس، وتقدم مع انطلاقة المحليات الجعدان، الثنايا، هجني أبناء القبائل وأبناء الخليج، قدموا في المرموم في اللسيلي، يتقدم مع والم على المركز الأول حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق، ينطلق بشعاري مرغم على المركز الأول، أحد الشعارات القادمة من مرغم في مقدمة مسار هذا الشوط. المركز الثاني المونديال محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب آلك عبي القادم على المركز الثاني، يقدم المونديال قادم من ميدان التحدي بدولة قطر. المركز الثالث، أتابع في ثالث المراكز، مرزام عمير بن سيب بن معضد المشغوني القادم على المركز الثالث. رابعا شاب منصور بن سعد بن قذلة الاحبابي القادم على المركز الرابع. والمركز الخامس، مسبار سيف سعيد بن خلفان بن حمد الحافر القادم، الحافري عفوا، شعار الحافري القادم في هذه اللحظات مع مسبار على المركز الخامس. النقل الى المركز السادس، وياتي الاسد بريك بن طالب بن هادي المري القادم على المركز السادس. سابعا اتابع السد محمد بن سعيد هنا القادم بن حلوه الاكتبي في هذه اللحظات، شعار القادم والمنطلق مع هذه اللحظات ومع هذه الانطلاقات. نتابع نراقب سراب احمد بن غانم بن علي بن يداه المنصوري ينطلق على المركز الثامن. تاسع المراكز، اتابع الوصول من رعد محمد بن سيل بن خيره هنا القادم العفاري على المركز التاسع. وعاشرا يتواجد مخزون حمد بضعيف بن غدير الاشتبي القادم في هذه اللحظات مع انطلاقة مخزون حمدان بن حمد بضعيف بن غدير. هكذا هي النتيجة، هكذا النداء الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة على أرضية هذا الميدان. أراقب الأسماء القادمة، أتابع الشعارات، راقب يا من تراقب وتابع يا من تتابع على الهواء بثا مباشر. شعارات قادمة، أسماء قادمة، حملت كل التحدي والانطلاقات في عالم الأصايل مع الشعارات القادمة، شعارات أبناء القبائل بسجلات حافلة وانجازات في ميادين الخليج. والم 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 الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير من يقدم والم على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني، شاب منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي القادم على المركز الثاني والمركز الثالث.
المونديال محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي القادم على المركز الثالث الرابع والاربع كيلومترات منتصف الثمانية كيلومترات. نتابع مرزام عمير بن سيف بن معضد المشهوني قادم من ميدان التراث قادم من سويحان ينطلق على المركز الرابع والمركز الخامس. وتابع الأسد قادم بريك بن طالب بن هادي المري وصل في هذه اللحظات قادم من ميدان التحدي وصول من سراب أحمد بن غانم بن علي المنصوري وصل على المركز السادس بنيداه ينطلق في هذه اللحظات. مخزون على المركز السابع حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير القادم ثامن المراكز بالرقم ثمانية. أول ندى لرعد سالم بن بخيت بن غانم بن غنام الهاملي هذا بن غنام الهاملي وصل في هذه اللحظة من الظفرة قادم من الظفرة مشاركا في مهرجان المرموم الختامي يبغي نقطة من المرموم إلى أهالي الظفرة. تاسعا عندك يا بن خيرات وصل رعد محمد بن سهيل بن خيرات العفاري والمركز العاشر المركز العاشر السد أحمد بن سعيد بن حلوى الكسبي قادمين أهالي الخوانيج في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء بعد الثلاثة كيلومترات وكيلو الغابات. أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة البداية شاب منصور بن سعد بن قذل الأحبابي غير مع الشاب على المركز الأول. المركز الثاني وتابع المركز الثاني والم والم حمد بن راشد بن حمد بن غدير القادم مع والم. المركز الثالث رعد سالم بن مخيت بن غنام الهاملي قادم بن غنام على المركز الثالث. المركز الرابع المونديال محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي وكذلك الوصول من الجانب الآخر سراب القادم سراب بدأ يتسرب مع هذه الأسماء أحمد بن غانم بن علي بن إيداء المنصوري القادم. نتابع المركز السادس الأسد بريك بن طالب بن هادي المري القادم مع انطلاقة وتحديات الأسد وكذلك الواصل على المركز السادس رعد محمد بن سيل بن خير العفاري وصل في هذه اللحظات بعد الثنين كيلومتر غزيلان وصل غزيلان. اول ندى لشعار المتالق راشد بن محمد بن مروشد القادم مع غزيلان بدأ يتقدم غزيلان مع هذه الاسماء. المركز التاسع السد القادم السد الواصل السد أحمد بن سعيد بن حلوى القادم بمحمد يتابع ويراقب انطلاقاته وتحديات السد وحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير قادم مع مخزون. كل الشعارات وصلت في هذه اللحظات لحظات يترقبها الكل عبر القنوات الناقلة. كل المتيمين كل العشاق لهذه الشعارات وين الموقع بدنا نقترب من لوحة الاعلان. الالف والمئتين والصدارة مع شاب منصور بن سعد بن كثلة الاحبابي على المركز الاول. عيناوية حتى
حتى هذه اللحظات، لكن اهالي مرغم والم والم. حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق قادم، والاسد هنا القادم، بريك بن طالب بن هادي هنا القادم المري في هذه اللحظات. بن هليل واصل بن هليل المركز الثالث، ثلاثية انست ثلاثية، ولكن القادم القادم بن غنام الهاملي وبن مروشد وبن خيرة قادم الاعفاري، والقادم شعار المونديال بن حطاب، بن حطاب القادم، ومهيض محمد بن سعيد بن عبيد بو عقر المزروعي قادم، وداس وصل داس مانع بن علي بن محمد بن حماد. ولكن اعود الى الثلاثي، الى الثلاثي، الى ما بين بن كذلة والواثق وبن هليل. بن هليل على المركز الاول، بن هليل غير مع الاسد يبغي يثيل، ما قال الشاعر. بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري، اهالي ميدان التحدي، ولكن هل العين هل العين مرغم قادمين، والم والم وشاب وابو عقر المزروعي، ولكن خلاص الاسد الاسد. بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري، بن هليل المري. اللحظات الاخيره، الامتار الاخيره، الامتار الاخيره، المحليات الاصايل الى ميدان التحدي، الى الشحانيه، الى الاشقاء بدوله قطر. تهانينا والناموس لرعي الاسد بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري المركز الثاني، وصل والم لحمد بن راشد بن غدير المركز الثالث، شامل منصور بن سعد بن كذا المركز الرابع، المركز الرابع مهيض محمد بن سعيد بن عبيد بو عقر المزروعي، والمركز الخامس المونديال لمحمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي. نعود مع التوقيت 12-29-9 اكزامن الثاني. تهانينا والناموس لمالك الاسد بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري المركز الثاني. نتابع والم مع حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق. توقيت 12 دقيقة. نتابع التوقيت في 8 كيلومترات 30-5 اجزاء من الثانية. المركز الثالث وصل الشاب لمنصور بن سعد بن قذرة الاحبابي. تهانينا والناموس للجميع.